صباح الخير، صباح الخير. دائما من بلدية الحناية ولاية تلمسان، ودائما مع القضايا، قضايا المجتمع والمعاناة اللي يعيشها المواطن الجزائري. واليوم راني نتكلم على واحد القضية، قضية مهمة في محمد، في حي محمد خميسي. وغادي نشوفوا مع بعض، نشوفوا هاد الممهلات اللي داروهم. ما عرفناش شكون اللي دارهم، اما رئيس المحطة تاع البنزين اللي متواجدة الجديدة في حي محمد خميسي. ونشوفوا هاد الممهلات، شوفوا الممهلات كيفاش دايرين، ماشي مخدومين في لي نورم تاعهم. وشوف قداش السيارات راهم يخسروا فيها، راهم خاصة شحال يديروا تلت ممهلات كبار، وماشي حتى بواحد مواصفات عالمية ولا حتى اللي ما تضرش الوطن. نشوفوا هاد الممهلات اللي راهم مديورين في حي محمد خميسي، وحنا نتمناو من هاد المسؤولين تاع بلدية الحناية، ولما هذا رئيس المحطة تاع مدير المحطة هذه الجديدة تاع البنزين، باش يراعي ويشوف هاد الممهلات اللي داروا ما عندهم حتى مواصفات. راهم مديورين وثلاثة، ماشي غير واحد ماشي زوج. وشوفوا الخدمة كي دايرة، ولهذا المسؤولين تاع الحناية يخدموا على هاد المشكلة هذه، ويقلعوا هاد الغبن على المواطن اللي راه عايش فيها هذه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.